أخيرا وبعد طول انتظار، أعلنت السلطة المحلية في شبوة صرف رواتب المتعاقدين من الأطباء الأجانب العاملين في عدد من المرافق الصحية في المحافظة. وفي هذا الاجتماع ناقش وكلاء محافظ المحافظة مع مكتب الصحة والسكان آلية صرف مرتبات الأطباء، بالإضافة إلى مخصصات مركز معالجة الأورام السرطانية التابع لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان. لحظة لطالما انتظرها هؤلاء الأطباء وبقية زملائهم الذين توقفت رواتبهم منذ أكثر من 7 شهور. الوقوف اليوم هو لاستلام الرواتب المستحقة حوالي مجموعة من الأطباء محافظة شبوة المتعاقدين، والتي تأخرت ل 8 أشهر متتالية على التوالي. طبعا من ضمنهم مركز معالجة الأورام السرطانية في محافظة شبوة، والذي يقدم خدمة جديدة لكافة أبناء المحافظة ومن خارجها. نتمنى أن تكون هذه الرسالة وصلت، وأن يأخذ بعين الاعتبار مثل هذه الأمور لتسهيل عمل الكادر الطبي في محافظة شبوة. شبوة التي تأصف بها الأزمات منذ أكثر من 2 عامين جراء حرب الميليشيا الانقلابية، تعيش أوضاعها الخدمية تدهورا في كل نواحي الحياة، لكن القطاع الصحي هو الأكثر تضررا. ويتحدث مكتب الصحة والسكان في المحافظة عن مغادرة أكثر من 30% من الأطباء الأجانب مع اندلاع الحرب، في حين أعلنت السلطة المحلية في اجتماعها هذا أنها بصدد إعادة النظر في التعاقدات مع الأطباء الأجانب تماشيا مع الأوضاع الصعبة التي تمر بها المحافظة والبلد عموما، الأمر الذي يحتم على الحكومة الشرعية القيام بواجبها لإعادة الأمور إلى طبيعتها حتى بوضع الحد الأدنى من الحلول والمعالجات لما خلفته الحرب. إبراهيم حيدرة، قناة بلقيس، شبوه.